ينضم إلينا من عمان سركيس تشوبريان، المحلل الأول للأسواق المالية العالمية في مجموعة إكويتي. أهلا بك سركيس. بداية، برأيك لماذا عاد الذهب إلى أسهم قطاع التكنولوجيا؟ نعم، نلاحظ تدفقات سيولة نقدية كبيرة إلى أسواق الأسهم بشكل عام، وارتكزت خلال الأسبوع الماضي على أسهم شركات التكنولوجيا، حيث شفنا ارتفاع ملموس في أحجام التداول من حوالي 10 مليار سهم كمتداول متوسط يومي إلى أكثر من 11 مليار، وهذا يدل إلى أن المستثمرين يبحثون عن استثمارات شتى. هناك مسألة ارتفاع التضخم، والذي يعتقد المستثمرون أنه مسألة وقت لا أكثر، لكن هنا أريد أن أعود قليلا بالذاكرة إلى عام 2018. إلى متى تبدأ شركات التكنولوجيا بالتأثر في مستويات التضخم وأسعار الفائدة؟ في اللحظة التي تصبح فيها توقعات أسعار الفائدة أعلى من التضخم الحقيقي، هنا نلاحظ ابتعاد عن شركات التكنولوجيا. لكن حاليا قام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بطمأنة المتداولين نوعا ما بإشارته إلى تضخم محتمل إلى 3.4% خلال الفترة المقبلة، وهذا أيضا يرافق تأكيدات متعددة بأن التضخم قد يكون مسألة مؤقتة وليست مستمرة. وبالنسبة لأسعار الفائدة التي تقلق العديد من المتداولين، فنحن نتكلم حاليا عن أسعار فائدة في 2023، فما زال هنالك وقت طويل لرفع أسعار الفائدة، وبالتالي ما تزال الثقة مرتفعة في الأسواق المالية بشكل عام، ويتوجه المتداولون لأسهم الشركات التكنولوجية التي استطاعت تقسيمها إلى عدة فئات إن صح التعبير، شركات هنالك مخاطرتها منخفضة نسبيا، مثل على سبيل المثال شركة مايكروسوفت وكذلك غيرها من الشركات، وشركات متوسطة مثل فيسبوك وأيضا مستقرة مثل إيباي، وكلها في مؤشر ناسداك، وبعض الشركات التي ترتفع فيها نوعا ما المخاطرة مثل شركة إنفيديا. فنلاحظ هنا أن هنالك العديد من الشركات التي تستقطب المتداولين وصناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية الضخمة. وهنالك حقيقة مهمة، وهي انخفاض مكررات الربحية لمؤشر ناسداك 100، حيث انخفضت مكررات الربحية من مستويات أعلى من 40 إلى مستويات حول 37، وهذا ماذا يدل إلى أن الأسعار الحقيقية للأسهم انخفضت، رغم أننا شهدنا ارتفاع سعري. صحيح. لكن كأسعار حقيقية مقارنة أيضا في العوائد انخفضت. هنالك موضوع آخر مهم أيضا وجدته في ناسداك.com الذي يتحدث عن إجمالي الشركات المتداولة كقطاع تكنولوجيا عام. هنالك مؤشرات PEG التي تظهر توقعات بأن تنخفض إلى 4.4%. ما هذه المؤشرات؟ هذه المؤشرات تأخذ بعين الاعتبار التوقعات المستقبلية لأرباح الشركات. فلمن نطلع على أرباح الشركات مستقبلا خلال هذه السنة وأيضا عام، وتفاجأت من توقعات عام 2022 و23 في أغلبها تظهر إلى احتمالية انخفاض متوسطات المكررات. نعم، فهذا يدل إلى أننا أمام احتمال ارتفاع. طيب سيركيس، الكثير من المحللين تحدثوا عن احتمال هجرة الاستثمار من قطاع التكنولوجيا إلى أسهم القيمة والأسهم الدورية، ولكن أكثر من مرة هذا حصل منذ منتصف 2020 وحتى الآن تتكرر هذه التحليلات، ولكن اليوم نرى عودة مجددا لأسهم قطاع التكنولوجيا على الرغم من الارتفاعات القوية فيها، ألا نرى هذه الهجرة؟ بالفعل كما تفضلتي هنالك دوران في السيولة، لكن الجميل في الأمر أين دوران السيولة؟ ما زال داخل الأسواق المالية للأسهم. فأحيانا نرى انتقال إلى شركات القيمة، الشركات المرتبطة بالنمو، ومرات أخرى نرى انتقال إلى الشركات التكنولوجية بأنواعها المختلفة. الآن هنالك حالة من التفاؤل كما أشرنا، مصدرها توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي. الفيدرالي الأمريكي رفع التوقعات للنمو من 6.5% إلى 7%، وأيضا أشار كذلك لارتفاع التضخم من 2.4 إلى 3.4، لكن أيضا هذا الارتفاع في التضخم غير مقلق. لا أستبعد أبدا أن نرى انتقال في السيولة بين الحين والآخر، خصوصا هذا الأسبوع، لأنه إحنا عم نستنى وننتظر العديد من البيانات الاقتصادية المهمة، واللي منها مؤشرات مديري المشتريات لقطاع
الخدمات والصناعات التحويلية، وهذا القطاع تحديدا قطاع الصناعات التحويلية الذي حقق نمو كبير إن صح التعبير هائل في الولايات المتحدة، قد يكون سبب أيضا لتنقل في السيولة خصوصا مع رقابة المتداولين حاليا لاحتمالات أن يكون التضخم مؤقت نوعا ما، وهذا ما يجعلهم قد يتوجهون في بعض الأحيان إلى أسهم القيمة أسهم النمو، لكن بشكل عام المستثمرون باقون في أسواق الأسهم ويبحثون عن استثمارات فيها في شتى القطاعات بشكل عام. ساركيس تشوباريا محلل أول أسواق مالية عالمية في مجموعة أكويتي، من هذه النقطة سنعود بعد قليل نتحدث مع ضيفنا آخر. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان.